السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي، معاكم حنان الورقي. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا، مشروب التمر هند البودرة. ازاي تعمليه في بيتك بكل سهولة وكمان حلو، كمان يعني الأطفال بتحب المشروب ده، هوت في أي وقت يعملوا منه كده هوت، والكبار كمان بيحبوه. فالوصفة النهاردة جميلة جدا، ان شاء الله كده هنعمل مع بعض في القناة برضو شوية مشروبات كده اهوت. نشوف مع بعض احنا هنحتاج ايه. معايا 1/2 كيلو سكر وازازة اسانس تمر هندي. يعني معايا هنا معلقة كبيرة نشا. النشا بقى ليه انا هضيفه؟ علشان يعني احنا لما بنجيب بودرة التمر هندي يعني بتبقى يعني مش ماسكة في بعضها، بتبقى ايه، تحس اللي هي يعني عاملة زي كل الحبيبات كده، بتنزل معاكي كده بنفس الطريقة. فهي معلقة النشا دي انا هنضيفها مع الخلطة عشان بعد ما اخلص هتدينا نفس النتيجة. يعني لما اجي احفظه كده في البرطمان بعد ما اخلص الوصفة، تحس اللي هو السكر بقى مش هيبقى ماسك في بعضه وكده يعني، فهي بتخليه يعني السكر مفرول كده مع بعض، اللي هو مسحوق التمر هندي اللي احنا هنعمله. وهنا معايا 1/4 معلقة صغيرة ملح ليمون. ملح الليمون برضه هيبقى مادة حافظة برضه للمشروب معانا. هنا معايا ده كده 1/4 تمن معلقة صغيرة ابيض اكسيد، ده موجود عند العطار، ده كده بيبقى شكله. انا واخده منه 1/8 معلقة صغيرة، اللي هي المعالق المعايير ديت اللي هي دي كده. وهنا معايا 1/2 معلقة كده هوت اللي هو لون بني. كده بقى هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ اللي انا نضيف الحاجات اللي هي البودرة ديت. والابيض الاكسيد ده هو بيوزع لنا بيوزع اللون معانا، بيخليه يعني بيختلط كده مع المكونات. انا هنقلب بقى الحاجات دي كده على بعضيها كده الاول. هنا بقى هبدأ ان انا اضيف الاسانس. لو بيبقى معلقة كبيرة كده، انا حبيت بس مفضلهاش كلها على بعضيها، حبيت ان انا اوريها لكم علشان تبقوا عارفين برضو الاسانس كمية الاسانس معانا قد ايه. كده بقى انا ببدأ اللي انا اقلب كده هو، بعمل الحركة دي علشان يختلط معانا كله اللون، كمان يبدأ اللي هو يختلط مع السكر. كل ما بقلب كل ما بيدينا ايه، اللون بيغمق معايا. طبعا بودرة التمر الهندي دي احنا بتتباع بره بقى في الاكياس، اللي هي الكيس بيبقى غالي. فانت بتعملي الكميه ديت بتقعد معاكي ياما، وفي يعني بتبقى بتوفر كمان معاكي، يعني بتبقى وفر كمان في الفلوس، وكمان في اي وقت كمان بتطلعي، بيبقى عندك بقى تعملي مشروب كده اهوت. كده بس انا هوقف كده، هقلب نفس الحكايه كده، اخلط كده خبز زي وارجع تاني. كده حبايبي انا كده قلبته، شايفين اللون معانا بقى جميل ازاي؟ انا شايفين، بصوا بينزل ازاي. ده بقى يعني ده كده معلقه النشا اللي انا حطيتها، برضو بتبقى السر برضو، اللي انت لو سبتيه كذا يوم بتسيبيه بقى في عايزه تسيبيه في المطبخ او في الثلاجه. انا بشيله في الثلاجه، بحط البرطمان بعد ما اخلصه كده في الثلاجه، منين ما اطلع واعمل منه عصير بلاقيه زي ما هو كده، اكنه زي بودره العصير اللي انا كنت بجيبها من بره بنفس الطريقه كده.
لان النشا بيمتص اي رطوبه كمان، يعني بيخلوه لي ايه سايب كده زي ما احنا شايفين كده. بقى انا هبدا ان انا احطه في البرطمانه. كده هوقف بس دلوقتي مع بال ما افضيه وارجع. كده حبايبي زي ما احنا شايفين انا كده فضيته كده في البرطمان. هبدأ بقى مع بعض نعمل كوباية عصير كده منه ونشوفه، نشوفه مع بعض، نشوف شكله كده. كده انا هحط معلقة سكر بس، وهاخد من بودرة التمر الهندي هاخد منها معلقتين كده، لان انا قللت في السكر لان اللي انا عاملاه ده هوت يعني هو سكر اساسا، فمش محتاجة ان انا ايه احط سكر بقى يعني. فكده بقى بحط مية ساقعة كده معايا. ببدأ بقى ان انا كده حبايبي انا عملت المشروب التمر هندي كده، بس انا وقفت عشان صوت التقليب بس، ما اعملش ازعاج بس في الفيديو يعني. كده ده كده مشروب التمر هندي معانا، وانا وقفت الفلاش بتاع التليفون دلوقتي عشان لما جيت اصور بالفلاش لقيت المشروب معايا الكوباية فاتحة قوي واللون اللون بتاعها مش حلو بالفلاش، فانا قفلت الفلاش بتاع التليفون بس عشان تشوفوه معايا على الطبيعة كده اهوت زي ما انا شايفاه دلوقتي. بصراحة الوصفة جميلة جدا وسهلة، وبتقدري ان انت تعملي بودرة التمر هندي عندك في البيت بكل سهولة، وفي اي وقت تطلعي وتعملي مشروب لاولادك بطريقة سهلة جدا، وتوفر عليكي كمان فلوس، لان احنا عارفين كيس التمر هندي هتجيبيه يعني الكيس هيبقى فيه شوية صغيرين وبتباع غالي، فانت بتعملي بودرة التمر الهندي ديت في البيت بكل سهولة وبتوفر عليكي. واتمنى اللي لسه متابع القناة لأول مرة يدعمنا بالاشتراك ولايك وتعليق، وتقولونا رأيكم ايه في القناة. بحبكم جدا في الله. كان معكم حنان الورقي، قناة متنوعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.